محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحبة والأخوات الفاضلات في هذا اللقاء المتجدد الذي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم فيه ممن تخشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة وتتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله تبارك وتعالى في من عنده، والذين تكون جائزتهم إن شاء الله في نهاية المجلس: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. تفضل الشيخ. في هذه الليلة، ليلة الاثنين 26 من شهر جماد الثانية لسنة 37 و400 من الهجرة، الموافق للرابع من نيسان إبريل لسنة 16 و2000 من تاريخ النصارى، على اعتبار أن الليل هو بداية اليوم. The night is the beginning of the day as you know in the Islamic lunar calendar. وصلنا إلى باب ما جاء في سجود القرآن. We reached the section which is a chapter on what has come regarding the prostration of the Quran. وهو الذي يسمى عند بعض الناس سجود التلاوة. Which is what is called according to some people the prostration due to recitation. وهو 14 سجدة على رواية حفص عن عاصم. Which is 14 prostrations according to the narration of Hafs from عاصم. روى ذكر الإمام مالك في هذا الباب بعض هذه السجدات وليس كلها. Imam Malik mentioned in this book some of these prostrations and not all of them. فعن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قرأ لهم. From Abdullah ibn Yazid, the freed slave of Al-Aswad ibn Sufyan, from Abi Salama ibn Abd al-Rahman, that Abu Huraira recited for them. إذا السماء انشقت. This surah, إذا السماء انشقت, الانشقاق. فسجد فيها. So he prostrated in it. فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. When he left, then he told him that the messenger صلى الله عليه وسلم he prostrated in it. وهذه أول السجدات. And this is the first of the prostrations. من حيث عد الإمام مالك في هذا الباب. From the aspect of the numbering of Imam Malik in this book. ولكنها في ترتيب المصحف 13. But in the order of the Mus'haf, it is the 13th one. وعن نافع مولى ابن عمر أن رجلا من أهل مصر أخبره أن عمر بن الخطاب قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين. And from نافع, the freed slave of Ibn Umar, that a man from the people of Egypt informed him that عمر بن الخطاب recited سورة الحج pilgrimage, so he prostrated in it in two prostrations. ثم قال إن هذه السورة فضلت بسجدتين. Then he said that this chapter of the Quran excelled over the rest with two prostrations. وهاتان السجدتان في ترتيب المصحف. These two prostrations in the order of the Mus'haf. أول السجدات سورة الأعراف. الآية الأخيرة في سورة الأعراف. The first prostration is the last verse from Surah Al-A'raf. The heights. وثاني السجدات في سورة الرعد. The second سجدة, the prostration is in Surah الرعد. ثم في سورة النحل سجدة. Then the نحل, the bee. ثم في الإسراء سجدة. Then سورة الإسراء, night journey, there is a سجدة there. ثم في مريم سجدة. Then in Surah مريم there is a سجدة. ثم في الحج then سجدتان السادسة والسابعة. Surah الحج has two of them. السادسة والسابعة. Sixth and seventh prostrations. ثم في نعم قبل فصلت ما ها في النمل. نعم في النمل سجدة. In Surah An-Naml there is a prostration there. ثم في فصلت التاسعة. Then Surah Fussilat, that's number 9. ثم في ها
ذكروني في الفرقان قبل فصلت بعد النمل في الفرقان قبل فصلت وقبل النمل في سجدة. نعم سورة الفرقان we missed that before النمل. وفي سورة النجم سجدة سورة النجم there is a prostration there والانشقاق والعلق الانشقاق دين العلق. بقي السجدة واحدة في أي سورة؟ ها وسورة السجدة. نعم في سورة السجدة ألف لام ميم السجدة هذه 14 سجدة. سورة السجدة these are 40. قال وعن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يسجد في سورة الحج سجدتين. And from Abdullah ibn Dinar that he said, I have seen Abdullah ibn Umar prostrating in Surah Al-Hajj two prostrations. وعن ابن شهاب عن الأعرج أن عمر بن الخطاب قرأ بالنجم إذا هوى فسجد فيها. And from Ibn Shihab from Al-A'raj that Umar ibn al-Khattab recited والنجم إذا هوى so he prostrated in it. ثم قام فقرأ بسورة أخرى. Then he stood up and he recited another surah. ومعلوم أن آية السجدة في الأعراف وفي النجم وفي العلق هي آخر آية في السورة. These three surahs, the ayah for prostration for them, it is in the end of the surah itself. نسينا السجدة وهي سجدة سورة الصاد التي فيها فخر راكعا وأناب. نعم هذه الخامسة عشر. الرابعة عشر هي 14. فلو عددناها على الترتيب الآن مرة أخرى الأعراف أعراف الرعد الرعد ثندر النحل النحل مريم الإسراء إسراء مريم مريم الحج اثنتان الفرقان الفرقان النمل النمل الفرقان السجدة السجدة فصلت صاد صاد النجم النجم الانشقاق العلق هذه 15 سجدة. نعم 15 سجدة مختلفين في الحج هم شيخنا هم مختلفين في الحج. نعم في الآية الأولى من الحج. نعم طيب قال و بالنسبة للسورة الأخرى التي قرأها عمر بعد الانشقاق قيل هي سورة الزلزلة. So the other surah that Umar recited after that, they said that it was the surah الزلزلة إذا زلزلت الأرض. نعم. وقيل أن الزلزلة قرأها بعد سورة العلق. And it was said that he recited سورة الزلزلة after سورة العلق. وإذا زلزلت جاءت في بعض نسخ الموطأ. And the surah إذا زلزلت has come in some of the copies of الموطأ يعني نقرأ بها في الركعة الثانية. في السورة الأخرى قرأها بعد سورة النجم. That the other surah that he recited after النجم was Surah Al-Zalzala. This mention of Al-Zalzala, it has come in some of the copies, some of the narrations of Al-Muwatta. نحن ذكرنا سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا السورتين في الركعة الواحدة. We mentioned before that the Messenger صلى الله عليه وسلم used to recite two surahs in one ركعة. وهذا من هذا أي يقرأ سورتين في ركعة واحدة. So he stood up and he recited it in the same ركعة. So he recited النجم. Then he made the prostration, he got up, then he recited another surah in the same rak'ah. I was saying in the second. It's not in the second rak'ah, it's in the same rak'ah. So one copy of Al-Muwatta, it says, one narration, it says that it was surah Idha Zulzilat. وعن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة. From Hisham ibn Urwa, from his father, that Umar ibn al-Khattab, he recited a prostration, an ayah that has prostration, while he was on the minbar on the day of al-Jumu'ah. وفي بعض الروايات أنها سورة سجدة صاد. And in some narrations that it is the ayah that has the prostration in Surah Sad.
وظن داود وأنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. داود thought that we tried him, so he sought forgiveness from his Lord, and he went into bowing, and he turned back, returned back to his Lord. فنزل فسجد وسجد الناس معه. So he went down from the pulpit, meaning, and he prostrated, and the people prostrated with him. ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى. Then he recited it on the next, on the other day of Jumu'ah. فتهيأ الناس للسجود. So the people got prepared to prostrate. فقال على رسلكم. He said, wait. إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء. Surely Allah did not make it compulsory upon us except if we wished, يعني the prostration. فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا. So he did not prostrate and he stopped them from prostrating. قال مالك ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد. Imam Malik said that it is not the action, يعني to be done, that Imam will come down when he recites the ayah of prostration on the minbar, on the pulpit, then he would prostrate. It's not the action that he, يعني he is supporting. قال مالك الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن 11 سجدة. The Malik said, Imam Malik said that the affair with us that the prostrations of the Quran which we are commanded to do, there are 11 prostrations. There is there is nothing of them in the section of the Quran called Al-Mufassal. ليس في المفصل منها شيء. Nothing of those prostrations are in the Mufassal. يعني سجدة النجم وسجدة فص الانشقاق وسجدة العلق ليست في مذهب الإمام مالك. So these prostrations, they are not in the مذهب of Imam Malik. قال مالك لا ينبغي لأحد يقرأ من سجود القرآن شيئا بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر. Malik said that no one should recite any of the verses having the prostrations of the Quran, should not recite any of them after the morning prayer nor after the Asr prayer. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. And that is because the Messenger صلى الله عليه وسلم commanded not to pray after the morning prayer up until the sun rises, and commanded not to pray after عصر up until the sun sets. قال والسجدة من الصلاة فلا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدة في تينك الساعتين. And the prostration is part of the salah, part of the prayer. So no one should recite any verse of prostration, that is, in these two time periods. وقول مالك هذا مرجوح وليس براجح. The position of Imam Malik here is not the weightiest one. Is actually the other position is weightier. وسئل مالك عن من قرأ سجدة وامرأة حائض تسمع هل لها أن تسجد؟ And Malik was asked about someone who recited a prostration, يعني a verse of prostration, and a woman who is on her period was listening. Would she be allowed to prostrate? قال مالك لا يسجد الرجل ولا المرأة إلا وهما طاهران. So Malik said that the man, he does not prostrate, nor the woman, except while both they have purity, tahara. وهذا كالذي قبله أيضا مرجوح ليس براجح. And this position also is like the one that passed. It's less weighty, is not the weightiest. وسئل عن امرأة قرأت السجدة ورجل معها يسمع عليه أن يسجد معها. And he was asked about a man, about a woman who recited a verse of prostration, and there was a man alongside with her listening. Is it upon him to prostrate alongside with her?
قال مالك ليس عليه أن يسجد معها، إنما تجب السجدة على القوم يكونون مع الرجل فيأتمون به فيقرأ السجدة فيسجدون معه. Malik said, it is not upon him to prostrate with her. Rather, the prostration will only be compulsory upon the people who are with a man and they are following him. So he recites the prostration, so then they prostrate alongside with him. وليس على من سمع سجدة من إنسان يقرأها ليس له بإمام أن يسجد تلك السجدة. And it is not upon someone who heard a verse of prostration from a person who is reciting it, who is not an imam for him, he is not following him as an imam, it is not upon him to prostrate that prostration. وهذه المسألة كالتي قبلها من مسائل أيضا لم يسلم للإمام مالك فيها. And even this issue here, like the previous issues, the scholars did not just submit or give up يعني or give in to this position of Imam Malik, meaning they viewed it to be less weighty, يعني not the strongest. فقد خالف بعض أهل العلم ممن سبق مالك وممن تبع أي جاء بعد مالك. There are people of knowledge who came before Malik and people of knowledge who came after Malik who disagreed with him in this regard. في هذه المسائل. In these issues. All of وفي them. عدد آيات السجدة التي في القرآن. And also regarding the number of prostrations that are found in the Quran. وقبل أن نخرج من هذا الباب. Before we leave from this section. أرجع إلى حديث عمر الذي فيه سجود سورة صاد. I go back to the hadith of Umar which has the prostration in Surah Sad. التي قرأها على المنبر. Which he recited upon the minbar, the pulpit. وسجد مرة لها ومرة أخرى لم يسجد. One time he prostrated and the second time he didn't. وجاء في حديث في إسناده ضعف. There has come in a hadith that has a weak weakness in its chain. أن صحابيا كان يقرأ هذه السورة. That a companion used to recite this surah. وقرأ هذه السجدة. And he recited this verse that has a prostration. ولم يسجد. And he did not prostrate. وفي الليل رأى في منامه. At night time he saw in his dream. أنه يقرأ هذه السجدة. That he was reciting this prostration. فلما قرأها. So when he recited it. وكان بجانب شجرة. And he was next to a tree. وعنده قلم ودواء. And he has a pen and an ink pot. فلما قرأ السجدة سجدت الشجرة وسجد القلم وسجدت الدواء. When he recited that verse of prostration, the tree prostrated, the pen prostrated, and the ink pot prostrated, yet he didn't. فسمعها تسبح في سجودها تقول. So he heard it celebrating the praise of Allah in the sujood, tasbih, saying, اللهم اكتب لي بها أجرا. Oh Allah, write for me with it a reward. وضع بها عني وزرا. And abolish from me by it a sin. واجعلها لي عندك ذخرا. And make it for me like a treasure for me. وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. And accept it from me as you accepted it from your slave, your servant داود عليه السلام. فأصبح فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤيا. So he woke up, he informed the Prophet صلى الله عليه وسلم of this dream. فقال تسجد الشجرة والقلم والدواء ولا تسجد أنت. So he said to him, the tree, the pen, the ink pot, all of them prostrate and you do not prostrate. فجعل بعض أهل العلم هذا الدعاء الذي ثبت في هذه الرؤيا. Some of the people of knowledge, they made this dua that came in this dream. Dua لسجود التلاوة. Dua for the prostration due to recitation. وهو حسن لو كان الحديث صح إسناده.
this is nice if the hadith has an authentic chain. وأصح من ذلك أن يدعو فيقول سجد وجهي للذي خلقه. More authentic than this is to say, my face has prostrated for the one who created it. فأحسن خلقه. He beautified its creation. وشق سمعه وبصره. And he made its hearing and eyesight. تبارك الله أحسن الخالقين. Blessed is Allah, the best of the creators. ولكن لو دعا بالدعاء السابق بغير اعتقاد أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. But if he made دعاء with the previous wordings that was mentioned without believing that it is authentic from the Prophet صلى الله عليه وسلم. فلا يخرج عن دعائه بالمأثور. So he's not gonna be, if he made that dua, he's not gonna be outside of the making dua with that which is reported. قال باب ما جاء في قراءة قل هو الله أحد وتبارك الذي بيده الملك. A chapter on what has come regarding reciting قل هو الله أحد and تبارك الذي بيده الملك. وبمثل هذا الباب بوب بعض أهل العلم. And the likeness of this chapter, some people of knowledge, they put a title like that. في فضل قراءة صور مخصوصات. In the excellence of reciting specific chapters of the Quran. سنتعرض لها إن شاء الله بعد قراءة الباب. We will go over them after we read the chapter. الأسئلة تبقيها سجله سؤالك لا تضيعه نحب أن تسأل لكن ليس الآن. If you want to ask, we like you to ask, but then write it down, not now. طبعا هو وغيره أي أحد له سؤال يسجل سؤاله وبعد المجلس يسأل. You and any other one, if you have a question, write it down and ask after we finish. قال باب ما جاء في قراءة قل هو الله أحد تبارك الذي بيده الملك. ثم قال عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصع عن أبيه عن أبي سعيد الخدري. From عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصع from his father from أبي سعيد الخدري. أنه سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها. That he heard a man reciting قل هو الله أحد repeating it. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. When the morning came, he went to the Messenger صلى الله عليه وسلم and he mentioned that to him. وكأن الرجل يتقالها. And as if the man is viewing it to be very little. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. So the Messenger صلى الله عليه وسلم said, by the one in whose hand is my soul, surely it is equal to one third of the Quran. وهذه سورة محبوبة للرحمن سبحانه وتعالى. And this chapter is beloved to the most merciful. كما جاء في حديث آخر. As has come in another hadith. وأن الله يحب الذي يحبها. And Allah loves the one who loves it. وعن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين مولى آل زيد بن الخطاب أنه قال. From عبيد الله بن عبد الرحمن from عبيد بن حنين the freed slave of the family of زيد بن الخطاب that he said. سمعت أبا هريرة يقول. I heard أبو هريرة say. أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. I came along with رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد. So he heard a man reciting قل هو الله أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت. So the Messenger صلى الله عليه وآله وسلم said, it is a must. فسألته ماذا يا رسول الله؟ So I asked him, what is it, O Messenger of Allah? يعني ماذا وجبت؟ Meaning, what is it that became a must? فقال الجنة. So he said, paradise. فقال أبو هريرة فأردت أن أذهب إليه فأبشره. So Abu Huraira said, I wanted to go to him to give him the good news. ثم فرغت أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Then I was afraid that I will miss lunch with the Messenger صلى الله عليه وسلم. فآثرت الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. So I preferred having lunch with the Messenger صلى الله عليه وسلم. ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب. Then I went to the man, so I found him that he has left. فذهبت البشارة بغداء. So this good news is gone because of lunch. لكن إن شاء الله الرجل استحق على هذه القراءة الجنة. But إن شاء الله the man he deserved for this recitation paradise. وإن ضيع أبو هريرة البشارة بغداء.
even though Abu Hurairah, he lost this, he made him lose this good news because of the lunch. ولكن أبا هريرة معذور. But Abu Hurairah is excused. فكان أبو هريرة فقيرا. Abu Hurairah was poor. ويلزم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه. He abides and sticks to the Messenger صلى الله عليه وسلم just for يعني he always stays with him and the reward for that is just him filling his stomach. That's فلم يكن له مزرعة أو متجر. He didn't have a farm. He didn't have a shop. أو مصنع. Or a factory. أو راتب. Or a salary, a pay. أو من يتكفل به. Or anyone sponsoring him. فهو يلازم النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد طعاما أكل. So he stays all the time with the Messenger صلى الله عليه وسلم. If he finds food, he will eat. حتى يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. So that he will learn from the Messenger. وإن لم يجد طعام. If he doesn't find the food. قد يسقط مغشيا عليه من الجوع. He may sometimes fall down fainting because of hunger. فلعله في ذاك اليوم كان من الجوع بمكان. Maybe that day he was so hungry. ما فوت البشارة والتبليغ تبليغ العلم. He didn't miss the good news and informing or delivering the knowledge. من شدة الجوع. Because of the extreme hunger he had. وكم من الناس من يضيعون العلم من أجل البطون. How many of the people they lose the knowledge, they make it lost because of their stomachs. رضي الله عن أبي هريرة. May Allah be pleased with Abi Huraira. وعن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره. From Ibn Shihab, from Humayd ibn Abd al-Rahman ibn Auf, that he informed him. أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. That قل هو الله أحد is equal to one third of the Quran. وأن تبارك الذي بيده الملك تجادل عن صاحبها. And that the surah تبارك الذي بيده الملك it pleads on behalf of the one who has it. وهذا الأثر المقطوع. This report that is cut off. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا. It has been authentically narrated from the Messenger صلى الله عليه وسلم, connected chain. في فضل قل هو الله أحد. In the excellence of قل هو الله أحد. وفي فضل سورة تبارك الذي بيده الملك. And regarding the excellence of سورة تبارك الذي بيده الملك. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. For it is authentically narrated from the Prophet صلى الله عليه وسلم that he said. سورة من القرآن 30 آية. One chapter of the Quran, 30 verses. شفعت لصاحبها حتى أدخلته الجنة. It interceded for the one who has it up until, or for its companion up until it made him enter paradise. وهي تبارك الذي بيده الملك. And that is تبارك الذي بيده الملك. ولذلك قبل أن تنام حافظ على قراءتها. This is why before going to sleep, try to continuously preserve the habit of reciting it. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الصحيح. And in the hadith of Aisha, may Allah be pleased with her, which is authentic. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ. That رسول الله صلى الله عليه وسلم used not to go to sleep up until he recites. ألف لام ميم تنزيل السجدة. ألف لام ميم تنزيل ذات السورة السجدة. وتبارك الذي بيده الملك. And تبارك الذي بيده الملك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أبا هريرة وغيره من المسلمين. That رسول الله صلى الله عليه وسلم used to command أبو هريرة and other than him of the Muslims. إذا أراد النوم أن يقرأ آية الكرسي. If they wanted to go to sleep to recite آية الكرسي. ويقول لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. And he says that there will continue to be for you from Allah a guardian and no shaitan will come near you until the morning comes in. وكان يقول صلوات ربي وسلامه عليه. And he used to say عليه الصلاة والسلام. من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاح. The one who recites the last two verses from Surah Al-Baqarah in one night, they will suffice him. وهما الآيتان إضافة إلى آية سابقة أيضا قرأناها في صلاة المغرب. And there are two verses added to another verse which we recited in صلاة المغرب. قيل كفتاه المكروه وقيل كفتاه قيام الليل. They said that they will suffice him anything of dislike, and they said that they suffice him from the night prayer. وقيل كفتاه المكروه وقيام الليل. And they said both. They suffice him from
things of dislike and night prayer. وكان لا ينام حتى يقرأ المعوذتين وقل هو الله أحد ويمسح بهما بدنه. And he used not to go to sleep up until he recites قل هو الله أحد and the two surahs for seeking refuge. المعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. And he wipes over his body. وكان أحيانا يقرأ المسبحات قبل أن ينام. And sometimes he would read the chapters that are called المسبحات before going to sleep. الإسراء. الإسراء. الحشر سورة الحشر الصف الصف الجمعة سورة الجمعة the surahs that begin with التسبيح التغابن التغابن سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى لأنها تبدأ بالتسبيح all of these chapters they begin with تسبيح so فالذي مسبحات الذي يأرق The one who has insomnia or cannot go to sleep. يقرأ هذه السور لعله ينام. Read those surahs. Maybe you will go to sleep. وكنت في يعني في فترة من الزمن. I used to in some period of time. على مدى 28 ليلة. Over 28 nights. أقرأ هذه السور كلها. I recite all of these surahs وغيرها and other than them ولا أستطيع أن أنام and I still can't go to sleep. فأسأل الله عز وجل أن يعيذكم من تلك من مثل تلك الأيام. I ask Allah Ta'ala to give you refuge and shelter from days like this, like those days that I've been through. وأن يفرج عن المسلمين وهم فيه. And to give relief to the Muslims whatever they are going through. أيام مصر يا شيخ ولا نعم أيام لا أنا لما أحببت أن أذكر حتى لكن يعني هناك ليالي لا يستطيع الإنسان أن ينام فيها. Well, these are nights that sometimes one cannot go to sleep. قال باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى. A chapter on what has come regarding the remembrance of Allah Ta'ala. وعن سمي مولى أبي بكر لعلك شيخنا تحب تجيب خمس دقائق ثم نكمل بعد طيب نبدأ الصفحة الجديدة الله تعالى طيب أيوة مرة واحدة لا أجوبة سريعة إن شاء الله these are going to be أول شيء قبل سؤال questions. محمد نظيف go ahead نعم